مساء الفل. قلت لي انا كده هو مساء الفل. يا ترى هنلاقي حد يشوفنا النهارده ولا انتوا قاعدين تشوفوا الاخبار ولا انتوا قاعدين فين بقى؟ اهلا بكم، بقالنا كتير ما طلعناش لان احنا كنا في العراق. وبنشكر اهل العراق على المحبه الكبيره والود والترحيب بينا لما نروح اي حته نصور فيها، والسماح لينا بتصوير اي حته واي مكان. ليهم معزه خاصه اهل العراق، وبشكرهم جدا على الزياره الاخيره. كانت زياره سريعه، قعدنا يومين ثلاثه، لكن اتبسطنا جدا في بغداد. وبعدين بعد كده حصل بقى اللي حصل في الاحداث اللي حصلت في العراق في الموسم الاخير، حاجه حزينه جدا يعني. وبعدين رجعت بقى خدت دور كويس محترم كومت شويه. وعلى فكره بالمناسبه حقنه الانفلونزا، تطعيم الانفلونزا نزل، انا رحت خدته امبارح في الاجزخانة. فارجوكوا يعني اهتموا بالحكايه دي، لانه انا عن تجربه شخصيه يعني دلوقتي لما بتجي لي دور البرد بيجي لي يومين ثلاثه اربعه وما فيش حراره وما فيش حاجه، بيجي حنين يعني قوي. انما زمان كانت الحراره ترتفع ل 40 وافضل سخنه خمس ايام، وانا كبير يعني كده مش كنت بتبهدل يعني جامد. فيا ريت كنت تاخدوا الحقنه دي سواء في المصل واللقاح او في الاجزخانات او في اي حته. طبعا حضراتكم متابعين ما يحدث في غزة وما يحدث في فلسطين العزيزة الغالية، واللي حصل هذا الصبح في مصر في عمود السواري في اسكندرية، والشاب اللي قتل اتنين اسرائيليين وبعدين خد في السكة كده مرشد سياحي اسمه سيد كامل، وبقدم لأسرته خالص العزاء يعني الاستشهاد، وبقدم في نفس الوقت خالص العزاء لاخواننا في فلسطين اللي ماتوا في غزه. عدد عمال العدد يكون موجود، فدول كل دول شهداء يعني بيتساقطوا. ونرجو يكون في التفاته لسيد كامل. المرشدين السياحيين عندنا في مصر ما حدش بيحميهم خالص، يعني مفيش قوانين بتنظم لهم حاجه بتعمل لهم حاجه. نرجو ان نلتفت، ويمكن هنبقى نتكلم في مره ثانيه عن حكايه المرشدين السياحيين. اللي حصل امبارح اللي هو 7 اكتوبر بقى، وحصل بطريقه التمويه. وسامع في الاخبار من شويه واحد بيقول انا قلنا لهم، وكل ما نكلمهم يقول لك حماس مش ناوي تعمل حاجه، حماس مش هتعمل حاجه، حماس مش هتصعد اي حاجه، حماس كده خلاص ده اخرها. انا قلت لكم. فاللي حصل حصل حاجه مدهشه يعني. بعض الناس فرحانه وبتاع حاجات زي كده، لكن الواحد عشان شاف حاجات كتير وشاف بتاع، فبتبقى الحاجات دي يعني من اخبار النهارده. طبعا شفتوا بايدن الرئيس الامريكي عمل ايه امبارح؟ خرج ربع، خرج يتكلم 7 دقائق 3 دقائق، وكانه يعني ايه عايز يجيب مثلا عصايه، مش عصايه، عايز يجيب كرباج ويخنق في الفلسطينيين كلهم يعني، حاد جدا. وبعدين النهارده الاسطول الامريكي بيتحرك، وسفن وحاملات طائرات والدبابات طالعه من امبارح من تل ابيب طالعه على غزه. ما اعرفش اعمل ايه بصراحه، ما اعرفش. لان دايما احنا اتعلمنا الحكايه دي زمان، ان الواحد ممكن يبدا الحرب، نعرف اسباب بدايه الحرب، لكن ما حدش يعرف ابدا الحرب تخلص امتى وتخلص ازاي. ما حدش بيقدر يعرف. يعني اللي حصل في فلسطين ان نتنياهو اعلن الحرب، طبعا كلكم متابعين الاخبار مش بقول لكم حاجه جديده يعني. اسرائيل حتى لما كتبت في جنوب لبنان والمعركه اللي حصلت 82 وغيره بعد كده ومعارك كتير جدا، عمرها ما قالت غير ان دي عمليات. ما اعلنتش الحرب من 73 الا المره دي. وفي ناس بيشبهوا الخطه اللي اتعملت من حماس ومن كتائب القسام، القسام ده شيخ فلسطيني متربي في مصر متعلم في الازهر، واعدموه سنه 35 يعني استشهد سنه 35، ومسمى القوات باسم الشيخ القسام، الراجل العظيم، محارب عظيم يعني، فدائي كبير وشهيد كبير. فاللي عملوه عملوا خطه يعني مش معقوله. انت بتهجم على اسرائيل. المنظر النهارده ذيعوا النهارده حاجه للكتايب بقى وهي بتهجم، كانوا محتفظين بيها ذيعوها النهارده. موتوسيكل، ميكروباص، بتاع باراشوت كده طاير، مش عارف بيسموه ايه ده، طياره شرعيه باين ولا ايه؟ حاجه يعني مش معقوله، وعملوا بيها حاجه، عملوا بيها حاجه. اتاري البني ادم فعلا لما يكون عايز يعمل حاجه
ويخطط لها كويس يقدر يعمل حاجه. ايه الحاجه دي؟ الحاجه دي ليها معاني كتير جدا، بصرف النظر عن طبعا في حاجه مهمه، ان احنا عندنا اسرى اسرائيليين، دول ناخد بيهم اسرى كتير، عندهم اسرى تصوروا وراهم 40 سنه 45 سنه موجودين في السجون الاسرائيليه، وغير اعداد مهول عندهم اسرى فلسطينيين، فده ياخدوا بيهم حاجه. الحاجه الثانيه انه عملوا صدمه بحيث انه اسرائيل ارتبكت، ايه ده؟ في ايه؟ يعني ازاي كده دخلوا وهم عملوا لهم عشان يحموا نفسهم من الانفاق اللي ممكن يعملوها في غزه ويعدوا بيها لاسرائيل، راحوا عاملين لهم سور تحت، يعني جدار تحت في الارض عشان ما يعرفوش يعملوا انفاق، فراحوا راكبين عربياتهم عاديين على الارض كده عادي، بخطه بتكتم، بخطه من هنا وخشوا من هنا وخشوا من هنا، ودخلوا على المستوطنات وعملوا وسووا، يعني شغل. ولذلك يقول لك ان دي اكبر عمليه عملتها، تقولها وانت مطمن، اكبر عمليه نوعيه عملتها حماس، يعني مختلفه، حاجه مختلفه عملتها حماس ونجحت فيها. انما هيحصل ايه بعد كده؟ ده سؤال صعب، واجابته كتير جدا، لانه طبعا اسرائيل هي لوحدها من غير ما، عشان كده ما حد يقول لك ايه انتوا كده، واحد يقول لك اه هو كده فتحوا نفسهم فتحه بقى هيخشوا يكسروا الدنيا. طب ما هم مكسرين الدنيا من 3 4 اشهر في رمضان، ما هم مكسروا الدنيا، ورمضان اللي قبله كسروا الدنيا، وشغالين تكسير على طول، هم بيكسروا كل ما غزه تعمل شويه حاجه، يعني اساس وحاجات زي كده بنيه تحتيه، يروحوا متخطخين، يروحوا متخطخين، وبعدين يتعطفوا عليهم بالميه والغاز والمش عارف ايه وبتاع. دلوقتي بقى بيقول لك مش هنديهم حاجه، بداوا في القنوات الاسرائيليه يقولوا مش هنديهم حاجه، يعني في يعني هم هيبقوا داخلين على حاجه صعبه. طب حماس مبيته ايه؟ ما نعرفش. يعني ما نقدرش نعرف، هم كانوا هيعلنوا النهارده، كتاب القسام هيعلنوا النهارده عدد الاسرى، بس لغايه دلوقتي لغايه اللحظه دي الساعه 8:30 ما اعلنوش عدد الاسرى اللي عندهم. هل اسرائيل هتسعى انها تفك الاسرى دول عشان تخلص من القضيه دي؟ الله اعلم. لكن الملفت الحكايه انه عشان نشوف الدول اللي جري امريكا، الراجل كان ناقص يا مثلا ايه، تحس انه كان ناقص يجري مثلا لابس البيجامه بتاعته يطلع على اسرائيل، الراجل اللي بتاع امريكا ده، ما يعني، وبعدين فرنسا وانجلترا والمانيا ودي دي 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 دي. نحن مع فلسطين. هم بايدن امبارح يقول لك ايه؟ انهم يقتلون الاطفال. والله لا يا شيخ، لا يا شيخ، الا انت عارف ان في اطفال بتتقتل وده غلط يعني؟ طب وانجلترا عارفه الكلام ده، وفرنسا والمانيا اللي هم بيقولوا من حق، وايطاليا من حق اسرائيل انها تدافع عن نفسها. طب والناس المحمس 20 سنه حصار يا راجل، مش من حقهم يدافعوا عن نفسهم؟ سيبك احنا موقفنا ايه على فكره، انت مع او ضد مش دي السؤال، انا بكلمك على موقف كده قدامك كانك استاذ بتشرح حاجه للطلبه. انت قدامك الموقف اهو، متحاصرين بقى لهم 20 سنه وبيموتوا كل 6 اشهر، وداخلين عليهم مموتين لهم شويه ناس، وبهدلوا اللي بيحصل في الاقصى شيء والمسجد الاقصى، حاجه مش معقوله. تشوفوه في الاخبار كلكم، وما حدش بيتكلم خالص. لما يروحوا يهدوا مدرسه ويموت العيال ما حدش يتكلم، كان العيال الاطفال العرب دول ما كانهم مثلا علب صفيح بتاع، ما مش اطفال، انما اطفالهم هم اطفال، واوعى رجلك واوعى بتاع، يعني شيء ظلم بين. عشان انا كنت في الاردن انا وزي صديق الاعلامي الكبير العزيز جورج قرداحي، وكنا عاملين ندوه عن القدس، فقلت لهم يا جماعه خلوا بالكم انه الحكايه دي ايه ميزه اللي عملته حماس؟ التخطيط والصبر والتنظيم. هم اليهود عملوا كده من ايام نابليون بونابرت، من ايام يعني 1700 وحاجه لغايه 1800 وحاجه، وهم وعدينهم بكده، وفضلوا يخططوا حته 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 لغايه ما بقت اخر حاجه 48، مش اول حاجه. وعمنا بايدن فرحان قوي بيقول لك احنا اسرائيل دي احنا اول ناس ايدناها بعد 12 دقيقه من اعلان الدوله. على فكره انتوا كنتوا مخططين كل حاجه وعارفين كل حاجه ومرتبين، كنتوا معاهم في كل حاجه وطبخين كل الطبخ كلكم عشان يزرعوا جوه الوطن العربي خصم.
هتفضل طول عمرها خصم مهما راحت الدنيا ومهما جت الدنيا، وهي مزروعه كده مزروعه كده. فالحقيقه ان المجتمع الدولي اللي يعول عليه يبقى الصوره مش واضحه في ذهنه، انهم مكذبين وبيدوروا على مصالحهم، وهو زي ما انت شايفه. طب اطلع قول يعني وقفوا، ارجوكوا وقفوا القتال ده وبعدين نشوف ايه الحكايه. الناس بتعمل كده، وقفوا الحرب ديت وبعدين نشوف ايه الموضوع. انما لا، ده انت رد زي ما انت عايز. شوف بقى امريكا لما تقول نتنياهو، مش حد تاني غير نتنياهو، نتنياهو اعمل ما بدالك وخد اسلحه، عايزين اسلحه، اسلحه اللي انت عايزينها وانتوا ما عندكوش اسلحه، وخد حامل الطائرات واسطول هيتحرك في البحر المتوسط يروح عند غزه. ايه ده؟ فطبعا ما اعرفش الايام اللي جايه الحقيقه. وليد العمري قال تعبير كويس، ان الايام القادمه مش هتكون اسوء، هو قال هتكون اسود، وانا عجبني التعبير، هتبقى ايام صعبه. ومش عارف بقيه الدول فين، فين الصين، فين الهند، فين اليابان، فين الدول، فين العالم، بيلاروسيا فين، بيعملوا ايه يعني؟ واحنا بقى نروح الغرب ونشتري من الغرب ونتفسح في الغرب ونعمل في الغرب اللي هو احتلنا وبهدلنا وما زال بيحتل بشكل مختلف. بصوا يا جماعه، خلوا بصوا علموا اولادكم، بصوا لتصريحات اوروبا. اوروبا مش امريكا الجنوبيه ومش روسيا ومش اسيا ومش استراليا، بصوا لاوروبا وامريكا متحالفين مع بعض. الراجل خرج قال الكلمتين كله مشي وراه، ورا بايدن، كذا 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 كذا. شفت اسمه ايه ده، ترامب بيقلد بايدن بطريقه لطيفه جدا. قال لك ده ما بيعرفش يمشي، ما بيعرفش يروح فين، يمشي يروح كده، الراجل داخل في الحيطه يعني. لكن الحقيقه الوضع اللي بيحصل يعني بصرف النظر عن انه حدث مهم جدا كبير جدا نوعي خالص جديد يعني، الا انه لابد نتامله. يعني لا مساله ان احنا نفرح، ولا مساله ان احنا نحزن، ولا مساله ان احنا نشوف رايح فين. بس لا، شوفوا ظلم على ناس بتحاول تسترد حقوقها بشكل او باخر، مش تقدر حتى تتكلم لانها ما تبقاش نايمه كده. وشوفوا العالم بيواجهها ازاي، وشوفوا وشوفوا القضيه وصلت لفين، والتغاضي عن الامر وصل لحد فين. بصراحة كده أقول لك، بص على الخزي، شوفوا بقى قد إيه اللي حصل ده. بص منه كده، شوف من عقب الشباك كده، شوف الخزي وصل لغاية فين. فربنا يكون في عون أهل فلسطين، ويكون في عون العرب كلهم، عشان يبقى يجي يوم يبقى عندنا قضية واحدة وموقف واحد ورأي واحد. وده مش حاجة سهلة، ومش هيحصل على الأقل في أيامنا يعني، مش هيحصل، احنا مش هنشوفه. أتمنى إن حد من أولادنا يشوفه في يوم من الأيام. في إيه بقى؟ إيه بقى؟ في الكلام كله كان على العراق وعن فلسطين. طبعا في كلام عن رسائل تضامن يعني مع الحادثة اللي حصلت النهارده في اسكندرية، ودي مسألة، بصوا دي مسألة فيها بعد نفسي يعني. لما نيجي نفصصها دينيا يبقى لنا رأي، لما نيجي نفصصها كذا يبقى ليها رأي، لكن هي دي فيها بعد نفسي. الولد ده ايه حكايته؟ هو هي دي القضية، ما لا مش مسألة بقى عمل حاجة دينيا. الولد ده حصل له ايه خلاه؟ لأن هو على فكرة هو موجود في المكان ده أمن، وعدى عليه عشرات بل مئات السياح. هل مرتبط باللي حصل في فلسطين؟ الولد متغاظ، متضايق، من حاسس بانه مش عارفين نعمل حاجه يعني. فدي سيبوها يعني، يعني مناقشه فيها الحقيقه ملهاش معنى، لان انت عايز تتناقش اعرف قصه الولد اللي احنا ما نعرفش اسمه لغايه دلوقتي. انا ما اعرفش اسمه، احنا نعرف المرشد الله يرحمه اسمه سيد، سيد كامل، انما ما نعرفش اسم المجند ده ولا ايه حكايته. فقبل ما تحكم على الشيء لابد ان احنا نعرف مين الولد وايه حكايته وايه قصته وايه اللي حصل بالظبط. ما عندناش اي تفاصيل. محمد بتقول لك يا استاذ محمود نحن نقصف حاليا.
انت في غزه محمد ولا في عسقلان ولا فين؟ في غزه والله العظيم. احنا كنا رايحين لكم خلاص، ده كنا بنرتب الزياره، ولكن احنا بقينا مشينا وحش، لان كل ما نيجي نقول رايحين غزه يحصل ضرب يحصل ضرب يحصل ضرب. بس اللي حصل المره دي رفع راس يعني. نتائجه ممكن تبقى صعبه جدا، لكن رفع الراس احيانا بنبقى محتاجينه، بيبقى الولد الصغير محتاجه والراجل الكبير محتاجه والست محتاجاه، بتحس ان في حد سندها كده. ايوه شفناهم وهو بيتعمل فيهم كده، لان احنا شفناهم كتير جدا وهما في المسجد الاقصى بيرفصوا الناس، شفناهم برضو بيرفصوا الناس في المسجد الاقصى ومحدش بيتكلم محدش بيرد. ده موجود في كل شرائط الاخبار، رفص في الناس كده في المسجد الاقصى بيت المقدس، شفناهم الف الف مرة. فلا يعني والله بصراحة في الشغل واحد شوية، وربنا يستر عليكم ربنا يحميكم. انا سمعت حاجة امبارح في فصائل عندكم مش عارف اسمها الاسود او الاسود حاجة زي كده، وقالوا ان الناس تخرج بالليل الساعة 11 بالليل تملى الشوارع عشان ما يقدروش يضربوا الشوارع بلاش تبقى مليانة مدنيين. مش عارف ده حصل ولا ما حصلش، ولا الدعوه دي وصلت للناس ولا ما وصلتش. انتوا اللي في غزه يعني ما اقدرش اقول لك قلبي معاك، قلبي مش هعمل لك، مش هقدر اقدم لك حاجه خالص، بس خليك عارفه ان انت بتمثليني. ابو نادر برضه بيشكرك من تحت. انت بتمثليني وبتمثلي ناس كتير قوي في الوطن العربي وفي العالم، ناس بتحترم الانسانيه وبتحترم الحقوق، رغم كل الظلم اللي موجود في العالم في ناس بتحترم الانسانيه وبتحترم الحقوق، انتوا بتمثلوهم. كل ما تتحرموا من الميه ومن الغاز ومن الاكل ومن الشرب وتشوفوا اولادكم بيبقوا شهداء ربنا يحميهم جميعا، كل ده انتوا بتمثلونا احنا، لان احنا مش هنقدر نعمل حاجه، خيبه بس مش هنقدر، لكن انتوا تقدروا بالعزه اللي انتوا فيها دي تقدروا. ابو نادر بيشكرك من تحت القصف، وازهار نفس الحاجه بتقول فعلا كل ما يبني حاجه بيقصفوها ايوه كل ما يبنوا حته فيها بنيه تحتيه يعملوا مثلا صرف صحي يعملوا حاجه، قالوا واقفين على شويه عماير ابراج هب هب يهدوها من الغل. ما عندناش مشكله يعني احنا نبني تاني ونعمر تاني ونخلف تاني ونجيب عيال تاني ويقولوا فلسطين تاني، هنقول فلسطين تاني، هيفضلوا يقولوا كده. ايوه امال هنعمل ايه طيب؟ انا وعدت زمان وانا يعني كان عندي 14 سنه مثلا كنت حافظ اغنيه ام كلثوم بتاعت اصبح عندي الان بندقيه، اصبحت في قائمه الثوار افترش الاشواك والغبار، وحاجه المنيه وأنا مني أنا من الأحرار أنا من الثوار، من يوم أن حملت بندقيتي سارت فلسطين على أمطار 20 عاما وأنا أبحث عن وطن. 20 عاما إحنا النهارده داخلين في 70 فوق 70 والبندقية اتعملت 20 عاما. شوف بقول لك التأثير، إن أنا كنت عيل صغير يعني الأغنية دي ما سمعتهاش بعد كده بعد ما كبرت ما سمعتهاش بقى يعني، انما حافظها من وانا عندي 14 سنه رغم صعوبتها يعني. ابحث عن بيتي المحاط بالاسلاك، عن وطني مش عارف ايه بالاشواك، عن ابحث عن طفولتي وعن رفاق حارتي، عن كتبي عن صوري عن كل ركن دافئ وكل مزهريه الى فلسطين خذوني معكم، انا من الصغار انا من الاحرار، من يوم ان حملت بندقيتي صارت فلسطين على امطار. والله العظيم ما سمعتها بقى يمكن 40 سنه. معتز بيقول لك ما تقدرش لا في حد بيغني ولا حد بي هم بقى في ناس بتغني علينا بقى حاجه ثانيه بقى ده لا وايه؟ ومتهافتين قوي ويجروا بيتهرولوا على ايه؟ بيتهرولوا على ايه؟ معتز بيقول لك كل التحيه لك من غزه العزه، يا ريت تطلع بشكل مستوي مره ترفع معنوياتنا. والله اطلع لكم كل يوم، والله اطلع لكم كل يوم يا سلام. ابراهيم الطويل انا قاعد قدام التلفزيون ما بعملش حاجه خالص، ما بتحركش من بيت على فكره. يعني بصحى من النوم التلفزيون على فكره شغال وانا نايم التلفزيون عشان لو في حاجه سخنه قوي اصحى عليها. وطول النهار فاتح التلفزيون عادي. ابراهيم الطويل من قلب المعركه نطلب منكم الدعاء. ربنا يطول رقبيكم كلكم يا ابراهيم في غزه ويكون معاكم ويا رب
يعني يهد عدوك وما يبقاش الافكار الوحشه اللي ممكن يعملوها دي تبقى موجوده. ربنا يلطف فينا جميعا. جاسمين بتقول دي احلى قصيده في التاريخ. اما بس بقى ايه، عايزين يصلح 70 عاما بدل 20 عام. سميه بتحييك من العراق. العراق حبيبتي. كل الرسائل من فلسطين. ما الناس بقى مش عايزين يطول عليكم النهارده عشان احنا كده بس ايه، عارفين انكم مشغولين بالاخبار. طبعا كنا عايزين نتكلم عن الشان المحلي هنا في مصر، بس يعني دلوقتي اللي حاصل في غزه هو يعني له نصيب الاسد في الكلام. ارجو ان حضراتكم تتابعوا، وارجو يعني ايه، انا عارف قضيه فلسطين من زمان، واحنا نقعد نتناقش مع ناس اصدقائنا وصحفيين ومفكرين اي حاجه يعني، فتبقى الاراء مختلفه يعني، في اراء بتقول كذا، في اراء بتقول كذا، في اراء بتقول كذا. بس يعني انا هسترجع معاكم حاجه قديمه، انه ناس زمان قالوا انه الوطن ده المنطقه دي خطر جدا. ليه يا جماعه؟ قال لك دي منطقه فيها حوالي ناس كتير جدا، دول كتير قوي، والدول دي كلها بتتكلم دين واحد ولغه واحده وكده، فالمنطقه دي خطر جدا، مش مفروض ابدا انها يعني يحصل لها اي رقي، لانها هتبقى مشكله لو اتحدوا، هيبقوا مشكله. فراحوا زرعين لنا فلسطين ديت، زرعين لنا الجماعه دول الكيان الصهيوني، رجعوا للفظ دوت اسمه الكيان الصهيوني، راحوا زرعينها لدرجه ان الناس وصلوا قال لك طب دولتين يا عم الحاج. طب ماشي، لا مش عايزين، مش عايزين يعملوا اي حاجه خالص طبعا، العالم كله معاهم، والعالم اللي معاهم دوت احنا بنعتبرهم يعني ناس يعني كبره وكده، ولما يقابلونا نفرح قوي وحاجات زي كده. في مشكلة حقيقي، في مشكلة كبيرة. احنا وطن او امم عربية، بلاش بقى عشان احنا ما نقدرش نقول احنا امة واحدة، احنا متقسمين، لكن احنا اوطان في امة فيها مشكلة كبيرة. لازم يبقى في يعني لازم يبقى في تفكير جديد زي ما بيقولوا من خارج الصندوق، زي ما عملت حماس كده، نيمتهم عملت حاجة عجيبة، عملت حاجة عجيبة. أنا بحيي أهل غزة، وبحيي كل الفلسطينيين، وبحيي الناس اللي في طب أنتوا تعرفوا اللي مش في فلسطين، تعرفوا إن هم عاملين يزرعوا مستوطنات في الضفة الغربية؟ يعني خلاص حبكت. في الضفة مليانة مستوطنات، أظن أكتر من 50 أو 100 مستوطنة في الضفة. الله، طب الضفة دي بتاعت الفلسطينيين ما تسيبوها بقى؟ لأ، عشان هم بدأوا كده. بدأوا كده بسفينة فيها 20 واحد، 80 واحد، 100 واحد يهود مستهلين، قعدوا يخططوا لغاية ما وصلوا للوضع اللي يخلي أمريكا، رئيس أمريكا ينتفض ويقوم من النوم يجري يقلع البيجامة ويلبس البدلة ويقول إحنا مع إسرائيل، ويعملوا اللي هم عايزينه ويقطعوهم حتت إحنا معاهم، وتخش وراء أوروبا كلها عشان هم ناس خططوا ووضبوا، وإحنا عندنا مشكلة. تصبحوا على خير.